امين. السلام عليكم. قل لي الله يرضى عليك، قبل ما صبت روحك في هذا المكان وين كنت؟ قالوا كنا ساكنين في سكن وظيفي. ايه؟ تاع الاب والوالده. كنت ساكن عند باباك ويماك. بعد الشيخ خلاص خرج من الخدمه هذيك. ايه. جاو طردونا للشارع. اين الشارع؟ للشارع. كنا في الشارع واحد 8 شهور طاول يما. قال لي تم بنطوك، باريست الجاي نطوك. باريست الجاي عطاوني ماركاوني بصح ما عطاونيش. كيف عطاوك وما عطاوكش؟ دوك لاليست هذيك كي داروها حنا ماركونا مع الهش. وكي جاو ما لقاوش في الهش، ما كاينش باش يهدموني. قال لك الهش لازم نهدمو لكم. ما لقاوش يهدموني، لقاوني هنا ساعة عند المرأة ديبانات من هنا. قال لك نهدمو لك الدار ما تهدموش تاع الناس. المكان هذا اللي فيه تاع امرأة. امرأة طوعت قالت لي تكون هنا ديباني. امرأة وقفت معك، الله يجازيها ويكثر خيرها ويبارك رزقها. ويختم لك بلا اله الا الله محمد رسول الله. عندها يتامى. اعطي لها المكبه، واش قلتي لي؟ عندها يتامى. هذه ام يتامى. قاتكم ماكو هنا. ايه. وهما ما عطاوكمش على اساس وشنو؟ على جال بلي ما كاش باش يطيحوا يهدموا. وهي وعلاه لازم يهدموا؟ هذه تاع تعاملاتها هذه. جات لقاتني انايا قالت لي بلي ما نقدرش نعطيك المفتاح وما عنديش باش واش نهدم لك. وعلاه لازم يهدموا؟ ايه لازم يهدموا. ما يعني خرجنا في كاين 86 و 50 في شعيبه وكاين في 650 في شعيبه. احنا 86 واحد. لا لا زوجك اسمه خرج في القائمه. خلاص خرج في القائمه معناتها من حقه يدي مسكن. ايه. ولكن قال لك ما نعطوهولكمش لان المكان اللي فيه ما يتهدمش. عندي 4 سنين وانا قاعده قدام الدايره انا وولادي كل يوم. عاودي ودي له المكبر. الحق الحق اسمح لي انا دماغي وعجز باش نفهم هذا البيروقراطيه وهذه الاشكاليه. يعني انت اسمك خرج في القائمه. اسمي خرج في القائمه. عوض ما تدي مفتاح وتسكن. قالوا لك ما نعطوكش خاطرش المسك اللي راك فيه ما يتهدمش. ما عنديش باش يهدم. وهو علاه ما يتهدمش هذا المسكن؟ لاخاطر حنا تماركينا في السكن. لان تاع مولاته. ايه مولاته. هذا هو. ايه ماشي رزقي. هذا هو.